أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت اليوم من توزيع 8 أطنان من المساعدات الطبية على مستشفيات تعز ثالث كبرى مدن اليمن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنها المرة الأولى منذ بدء النزاع تمكنت من توزيع مستلزمات طبية حيوية عبر خط الجبهة. وصرح المتحدث باسم منظمة الصحة عن تمكنهم لأول مرة من دخول تعز من الطريق المباشر إليها، حيث يحتاج أكثر من 350,000 شخص إلى مساعدات طبية عاجلة، مضيفا أن منظمة الصحة عجزت من قبل عن نقل مساعدات إلى المدينة إلا عبر طرقات فرعية. كما أوضح بعد عودته إلى اليمن أن الوضع الإنساني في هذا البلد أسوأ من الوضع في سوريا، وقال أن الناس جائعون وهناك سوء تغذية وأن المستشفيات محرومة من الكهرباء والوقود.